اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احسن واجدع ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه النهارده؟ زي ما انتم شايفين كده المطبخ متدربك، نزلت السوق جبت حاجات. هنعمل ايه؟ هنعمل محشي كروم، محشي بصل، هوريكم ازاي بعمل البصل. هنعمل شويه حاجات كده مع بعض. اول حاجه علشان بس ايه الفيديو ما يطولش، عندي عشان الكروم عندي 3 او 4 بصلات كبار قوي، واحنا بنحبه حراق قوي، فانا قطعت قرنين فلفل احمر وقرنين فلفل اخضر، هطحن ده في الكبه. وعندي حطيت على النار حله فيها زيت، انا الاول بعمل البصل في زيت، ما بحطش سمنه في المحشي في الاول. نضرب كل ده في الكبه ونشوف. عملت كده نص البصل عشان الكبه، هنزل بيهم على الحله اللي فيها زيت على النار. بسم الله. بسم الله. اكمل الباقي واضيفه واحط بقيه البصل على في الحله. انا حطيت بقيه البصل، انا بحب البصل كتير قوي هو والخضره في المحشي اهو. انا طبعا برضو مش عايزاه يحمر، انا بحب البصل لما تبقى بيضه بتخلي الحاجه اللي بتعمليها مسكره. هسيبها على النار، تعالوا اوريكم بقى، عايزه اوريكم بس انا هسلق الكرنب ازاي. بسم الله. بصوا هقطعها كده. بسم الله. طريقه حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم وتعملوها. كده بعدين من هنا بصوا ما تخافوش، مش هتتبهدل ولا هيجرحها اي حاجه. بصوا شايفين كده العروق دي هنشيلها، عملتها 4. هنسلقها، انا طبعا حاطه ايه ميه، حطيت فيها ملح وكمون على النار، هوريكم بس واحده وايه واكمل. ادي الميه، انا حاطه في الميه كمون وملح. اسهل واسرع وان شاء الله الورق بيطلع حلو ومش متقطع. هوريها لكم بعد ما اخلص الكميه كلها، انا جايبه ما شاء الله كرومبتين هعملهم واوريه لكم اهي. بصوا بصوا، طبعا انا ما قطعتش الحته اللي في النص دي عشان تفضل ماسكه لي الورق. بصوا طبعا احنا ايه بالراحه كده عشان ما تتقطعش مننا. اهو استوت. بصوا حلوه قوي الورقه كده اهي، عشان ايه اهو اطلعها كده على النار. بسم الله. بصوا بس كده قد اللي بينزل. بصوا بصوا الورقه طالعه عامله ازاي، هوريكم بس احطها هنا. عندي الحوض انا غسلاه كويس قوي، هقفله اللي هطلعها من النار هنزل بيها على الميه الساقعه اهي كده، هبيتها احطها كده في الميه الساقعه ومفتوح عليها شويه وهكمل الباقي. بصوا هسيبها في الميه الساقعه كده واكمل الباقي ان شاء الله واوريها لكم كلها لما اخلصها. بصوا البصلايه عندي لونها جميل ازاي، عشان حطيت عملت الفلفل معاها. ماشي اعمل ايه؟ احط عليها معلقتين كده صلصه،
الصلصة على البصل بتحمر اكتر بس كده. انا عندي ما شاء الله الطماطم اللي انا عاملاها كمان حمرا. بس كده هخليها تقلب تاني. بس كده هنزل بالطماطم اللي انا عصراها. بسم الله. انا عشان ما شاء الله عامله المحشي كميه بس كده، مش هحط بهارات ولا اي حاجه غير لما تتسبك. هجيب بس معلقه سكر، بصوا احط بس شويه سكر عليها عشان ايه طماطم بس كده. هسيبها مش هغطيها طبعا عشان تتسبك معايا بسرعه، هسيبها كده وارد عليها تاني. بصوا انا سلقت الكرنبتين اهو. بصوا عايزه بس اوريكم حاجه، ان حتى اللي بيقع منها بصوا بيقع حته سليمه، بصوا بيقع كانك مقطعاه. ماشي هنعمل ايه؟ هنقطع اول حاجه الحته دي تمام، وبعدين هنقطع العروق. ادي العروق تمام كده. هنقطع ايه بقى؟ بصوا يعني عايزه اعرفك بس انها مش هيطلع منها، يعني مش هتهدري منها حاجه، يعني اللي هيقع منها حتى وانت بتسلقيه هيطلع سليم. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بس اوريك عشان مش عايزه الفيديو يطول، عشان في حاجات تانية عايزه اعملها. بصي بصي عايزه اوريكي. بصي بصي الورق. بصي استني. بصي بصي الورق. بصي حتى الابيض الصغير اللي تحت بصي طلع. بصي وايه ومرصوص وما خدش وقت، ما بياخدش منك 10 دقايق سلق وربع ساعه بالكتير سلق وتوضيب. دي حاجة خلاص اهو عرفنا كده الكروم بنسلقه ازاي. بصوا بصوا رقات اهو، حبيتي تشيليه كده ما بتحتاجيش ابدا تقعدي تقطعي وترصي. حاجة تانية هنا بقى هنعمل البصل. البصل بصوا ده اللي هنعمله، هنعمل محشي بصل. عايزة بس اوريكي انا عملت دول وسبت ايه، هقطع دي بس اللي فوق واشيل الورقه دي الخفيفه دي، الورقه اللي تحت دي ما اشيلهاش لانها كده كده انا هشيلها لما اسلقه، بعد ما اسلقه هشيلها. هوريكم ليه انا هسيب اللي تحت دي على طول. ماشي اهو كله يبقى بالمنظر ده اهو. هعمل ايه؟ هغسله واغطيه بالميه واحطه على النار 5 دقائق بالظبط، 5 دقائق واطفي عليه. هنشوف بقى الدنيا كده ونلمها وارجع لكم. وطبعا عندنا الصلصه على النار. بصوا البصل اهو شلته من على النار، اوريكم بس تعملوه ازاي. ماشي نعمل كده، نفتح الميه بسيط. بصوا دي اول حاجه اللي قلت لكم سيبوها علشان انا عارفه انها ايه هتتقطع منكم، فعشان كده بتسيبوا اول ورقه. بسم الله بالراحه بالراحه قوي كده اهو. بس كده بصوا اهي اهي كمان واحده. طبعا بيبقى فيه ايه ال مش عارفه اسمها ايه بصراحه، اللي هي دي اهي دي. تشيليها كده عشان ايدك ما مت... عشان ايدك تتمكن منها اهو. بسم الله بالراحه عشان ايه ما يبوظوش منكم. كده بالشكل ده نعمل بقى كل ده. بصوا عايزه اوريكم برضو حاجه كده، تعالوا كده بصوا اهو الكرنب
خدش مني 10 دقايق والله. بصوا شكرا. بصوا عملته كله. هعمل بقى اخلص البصل ونشوف بقى هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي الصلصه بتاعتنا. بصوا الصلصه ما شاء الله. بصوا جمال الصلصه. طبعا الصلصه دي كلها انا مش هاخدها، بس انا ايه هاخد اللي يكفيني. بسم الله هاخد اللي يكفيني منها. بصوا ما شاء الله جميله ازاي. والباقي بشيله في علبه واحطه في الفريزر كده. طبعا انا مولعه العين، مولعه النار من تحت، حطيتش اي بهارات، ما تحطش بهارات في التسبيكه. ولا الخضره بحطها على النار، انا بحب بس اشوحه هو كده شويه بتاع ابتدت تسخن على قد احتياجي. عايزه اقول لكم المحشي ده بس النهارده حبايبي يعني قالوا لي عايزين ياكلوا محشي من ايدي، فقمت بقى هميت ونزلت السوق. انا اصلا رجلي وجعاني بس نزلت عشان خاطرهم يعني. حط فلفل اسمر، انا وطيت، احط شويه كزبره. طبعا ايه ممكن احط، ممكن تحطي بالمعلقه يعني، تحط شويه. عايزه بس دي علشان ايه 7 بهارات 7 حبات دي قيمه بت اهو نص معلقه، عشان انا ما شاء الله عامله ايه كميه كويسه. كويس عندي 2 مرقه من الفوريه دي اهو، وعندي كمان واحده كده، وعندي معلقه بابريكا تمام، وعندي بقى ايه الملح برضو، الراعي الملح اللي هيبقى في الشوربه والراعي الملح والراعي المرقه كل ده ايه نراعيه. شرحت كده الاخر بقى خالص هطفي عليه. حط بقى الخضره، حطش الخضره في وهي على النار. حبايبي بس كده شوية زيت كده عشان ايه يديله لمعة. بس كده خلاص حلو قوي كده. حطيتش طبعا شطة لان انا حاطة فلفل حامي ومخليها ايه ملهلبة، احنا بنحبها حرقة. بس كده يا حبايبي انا قلت اخرج بيكم من المطبخ، المطبخ كئيب وطول كل ما اطلع لكم ابقى واقفه في المطبخ، قلت النهارده بقى ايه اطلعكم في الصاله. بس ابني قاعد بيضحك عليا، ابني قاعد في وشي وبيضحك عليا. بصوا عملت هنا في الحله ايه بقى اللي هعمل فيها المحشي الكرنب. بصوا العروش بتاعت الخضره دي عايزه اقول لكم والله هتدعوا لي لو عملته كده، لانها بتعمل طعم وريحه للمحشي فظيع. حطيت كده وحطيت شويه ورق الكرنب الصغير اللي اتقطع. بصوا بقى يا حبايبي جبت بصلايه بملح وفلفل دعكتها كويس قوي. بصوا اهم ايه من الشيء ظبط الشيء، مش عارفه نجيب الريحاني كان بيقولها ايه، اهم من الشغل ظبط الشغل تمام. حطيت عليه بصل، طماطم بقى، طماطم رخيصه بقى ادي ما تستخسريش في نفسك. هي اللي بيضحكوا عليا اقسم بالله. بصي اهو ها حطي ما يهمكيش الطماطم اللي انا جايبه النهارده
جايبه والله العظيم الستة كيلو جميله، شوفوا كبيره ازاي، كبيره وحلوه ازاي، جايبه الستة كيلو ب10 جنيه لما نزلت واتشطرت النهارده اهو. بس كده ده اللي انا هعمل فيها ايه. بصوا بقى البصل، بصوا بقى الموضوع، بصوا عملته كله، بصوا حتى الصغننه اهي، بس هي اهم حاجه تمسكيها بالراحه اهو. عملت ده، بصوا الورق بتاعنا بقى، بصوا بصوا والله جربوا الطريقه دي. انا هعمل معاكم بس ايه واحد كده بس عشان ما اضيعش وقتكم، وعشان ايه الفيديو هيبقى طويل قوي وهتملوا يعني. بصوا بسم الله، بصوا بقى اهم حاجه تنضفوه كويس قوي من الرز. بصوا بقى بس كده هكمل بقى المشوار بتاعنا ده ونرجع لكم ان شاء الله. بصوا انا الحمد لله خلصت، ادي الكروم، ادي محشي البصل، ادي الفلفل والكوسه، حتى ده عشان يديله حرق شويه كده حار. انا بس عشان نسيت كنت عايزه اوريكم ازاي بتتحشي اهي. بصوا بصلايه عادي جدا، بصوا بس كده اهي، بصوا بس اهي حشي كده كده، ده شكلها ماشي. هنسقيهم بقى شوربه اوريهم لكم. بصوا خدي الشوربه بتاعتنا، اول حاجه ادي الشوربه. على فكره انا عامله فراخ، لكن انا دايما اشيل شوربه اللحمه في الثلاجه، ما بشيلش بصراحة شوربة الفراخ، بس شوربة اللحمة بشيلها. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، علشان خاطر كده عايزة اعمل ملوخية، عايزة اعمل بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول واحد اهو هنولع عليه، اوريكم بس كده. عايزة اعمل ملوخية، عايزة اعمل زي ما انا عاملة النهاردة كده الفراخ مشوية، و دي حتت من اللي كانت في اللحمه. عايزه اعمل ملوخيه، عايزه اعمل محشي، ومش عايزه اعمل حاجه مسلوقه زي النهارده كده اهو. لا شوربه اللحمه نفعتني، كنت سالقه لحمه ومعايا ايه الشوربه بتاعتها. بسم الله مش حابب حتة السمين اللي محطوطة دي شيلها، دي كانت لحمة بتلو يعني، ودي لا مش بتلو، كانت كندوس، فدي كانت ايه حتة لحمة سمين فيها فبتدي طعم. عايزة بس اوريكم حاجة، لازم نعمل كده عشان المحفي بالذات في الكرنب وورق العنب كده. انا مش هسقيه اكتر من كده، علشان ايه؟ علشان خاطر دايما لحد كده بس، ما تعلوش الشوربه، علشان خاطر وانتوا بتسووه لقيتوه لسه عايز شوربه حطوله، احسن بكتير ما تحطوله شوربه ويطلع، ممكن الورقه تطلع ناشفه فياخد شوربه زياده، وممكن تكون مش ناشفه على حسب، لكن انا بعمله كده بس. ايه كده هولع بقى عليه، عندي ولعه. عايزه اوريكم بقى ايه الصلصه برضو اللي انا فضلت، انا عملت ايه بكميه. بصوا اهي حطيتها في علبه بتاعت المحشي، حطيتها في علبه هشيلها في الفريزر، اجي مره اعمل محشي هبقى مش محتاجه الدبكه بتاعت ان اعمل صلصه، صلصه جاهزه عندي خلاص. هسوي بقى ان شاء الله واوريه لكم لما نسويه. انتوا عارفين ان انا محطيتش غير زيت، بعمل ايه؟ شوية سمنة بلدي في الاخر واكمره. من الفرشة دي اهو بس كده تمام قوي، بس هطفي عليه خلاص كده ونغرفه بقى ونشوف. ادي الكرنب،
ادي البصل، بصوا البصل لازم تجربوه، اللي ما جربوش لازم يجربوه. وعملت ملوخيه وعملت فراخ مشويه جنبيه، لازم تجربوه. يعني عايزه اقول لكم بس انكم تحطوا الفلفل مع البصل وانتوا بتعملوه بتاع الصلصه، هيديله طعم مميز. انكم تحطوا العروق بتاعت الخضره وعليها بصل وطماطم في الحله اللي احنا هنعمل فيها، بيديله طعم مختلف. طشه المعلقه السمنه البلدي في الاخر بتديله معلقه، بتديله قصدي الجوع بقى جوع، بتديله نكهه مختلفه. يلا ان شاء الله يكون عجبكم، يا رب اكون فدتكم بحاجه. يلا تعملوه ان شاء الله وتاكلوه في الهنا. سبتكم في امان الله، سلام عليكم.